العام الأمازيغي هذه السنة عندها نكهة خاصة، وكتعرفوا بأنه سيدنا الله ينصو تكرم على المغاربة، وبأنه هذا القرار اللي جاء في الدستور ديال يعني دستورات الأمازيغية، واليوم عيد وطني ولا عيد وطني يعني مؤدعا، هذا شيء جد إيجابي. وحنا من أكادير يعني بغينا باش نحتفلوا مع الناس يعني المواطنين هنا في أكادير، وهذا تراث كبير اللي كيحملوه واحد العدد ديال الأمازيغ، ولكن هو عيد لجميع المغاربة، وحنا جد مصورين باش نحتفلوا فيه هنا اليوم إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.